قلنا في الحصة السابقة من أجل تسجيل ظواهر الميكانيكية للعضلة نستعمل جهازا يدعى براسمة عضلية، راسمة عضلية ميوغراف. هذه هي العدة التجريبية، كنهيئوا الضفدعة من أجل تسجيل التقلصات العضلية. كيف نهيئها؟ قلنا بتخريب الدماغ والنخاع الشوكي، نخرب الدماغ من أجل حذف كل ما هو إرادي، والنخاع الشوكي كل ما هو لا إرادي، وتصبع عندنا ضفدعة بدون دماغ وبدون نخاع شوكي، غرونوي دي سيريبري اي دي ميدولي. هذا الضفدعة غادي نكشفوا على عضلة بطن الساق في الرجل ديالها، ونقطعوا الوتر ونربطوه بخيط مع واحد العتالة قلم يسجلنا تقلصات العضلية. عندكم الرسم التخطيطي ديال هذه العدة التجريبية، كنا شفناها. إذن عندي على اليسار أسطوانة تسجيل لو سيلاندر اونريجستور. هذه الأسطوانة قلنا نحيطها بواحد الورق أملس ومدخن، يعني فوق واحد الموقع ديال النار كيكون على شكل أسود، ونستعملوا أقلام مسجلة. هذا القلم هو اللي يسجلنا المخطط العضلي، يعني ما هو ميكانيكي. هذا القلم الثاني راه عندكم هنا سينيال، سينيال ديكسيتاسيون، يعني يعطينا إشارة تنبيه لحظة الإهاجة. وهنا عندنا واحد الشوكة رنانة تعطينا الزمن، الزمن في غالب الأحيان يتعطانا بأن سنتيام دو سكوند، وغادي نشوفوه في واحد التسجيل بأن ديزيام دو سكوند. إذن هذه هي العضلة، عضلة بطن الساق لو ميسكل غاستروكنيميان. هذه العضلة نستخرجها ونربط وترها بخيط مع عتلة. هنا راه ما واضعين لكمش واحد المحور، خاص يكون محور هنا، العتالة تنزل القلم يصعد، يعني الصعود هو تقلص، يعني يقصر طول العضلة ويزيد توترها، التوتر ديالها يرتفع والطول ديالها يتناقص خلال العملية ديال التقلص. إذن من هنا غادي يوقع لي نزول، القلم غادي يصعد، صعود القلم يعني تقلص، نزول ديال القلم هو الارتخاء. العضلة تستعيد طولها الأصلي، تستعيد أبعادها الأولية، فالعتالة ترتفع والقلم ينزل، ينزل هنا يقع لي نزول. هذه سميناها، أعطيناها واحد الاسم. كيف سميناها التقلص؟ رعشة عضلية معزولة. قلنا رعشة عضلية معزولة لأننا لا نحصل عليها إلا في إطار تجربة في الجسم، في جسمنا تستقبل العضلة سلسلة من السيالات العصبية، وبالتالي يقع التحام ويقع لي تقلص بأي طريقة. نعم، وتلتحم تقلصات. كيف سميناها؟ وسميناها كزاز، وتقلصنا بالكزاز، بالكزاز. كنا جزأنا الرعشة العضلية المعزولة إلى مراحل، راكم متذكرين ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كيف سميناها؟ كيف سميناها؟ مرحلة الكومون. نعم، مرحلة الكومون. بعدها تقلص، بعدها مرحلة الارتخاء. هذه هي الرعشة العضلية المعزولة، هنا مسجلة بكاشف الذبذبات أو كاشف التذبذب. عندكم هنا أوسيوسكوب بيكورب، يعطينا منحنيين، المنحنى اللي في الأعلى
هو المخطط العضلي، يعني ما هو ميكانيكي. المخطط اللي في الأسفل هو جهد العمل، يعني ما هو كهربائي. إذن العضلة إذا هيجناها عن طريق العصب، العصب ديالها اللي عصبها، إذن عندما تصلها السيالة العصبية على مستوى العضلة يظهر جهد عمل عضلي. أن إلكتروميوغرام، هذا ستان إلكتروميوغرام، هذا ستان ميكانوغرام، هذا منحنى ميكانيكي مخطط عضلي، وهذا كهربائي جهد العمل. كنت درست جهد العمل بالنسبة للليف العصبي وأيضا بالنسبة للعصب ككل. إذن جهد العمل أين يأتي؟ يتزامن مع ماذا؟ مع من يتزامن لي؟ مع البداية، يعني مع مرحلة، لا هذا تقلص، مرحلة الكمون، يأتي مع مرحلة الكمون. هذه اللي التي سميناها بمرحلة الكمون، هذه المرحلة هي كمون من حيث ما هو ميكانيكي، يعني العضلة في سكون، يعني ما راهاش تقلص، يعني من حيث ما هو ميكانيكي ما عنديش الظاهرة الميكانيكية، ولكن من حيث ما هو كهربائي عندي موجود، يعني هنا عندي عمل عضلي ولكن عمل كهربائي. إذن انتبهوا لي هنا، هذه الظواهر الكهربائية للعضلة تسبق الظواهر الميكانيكية، عقلوا عليها، تسبق لي ما هو ميكانيكي لأن هي المسببة للظاهرة الميكانيكية. الظاهرة الكهربائية تسبب لي الظاهرة الميكانيكية، هذه تأتي في زمن الكمون بالنسبة للتقلص، هذه هي الرعشة العضلية المعزولة. إذن الرعشة العضلية المعزولة، هنا هذا المخطط العضلي عندنا إهاجة واحدة فعالة، وهنا عندكم هذه إشارة تنبيه لحظة الإهاجة، لو مومون دو لا ستيمولاسيون، لو مومون دو ليكسيتاسيون، وهنا راه عندكم إشارة الزمن 0.1 سكوند، يعني هنا ما بين التدريجة والتدريجة عندي 1 ديزيام دو سكوند، يعني الرعشة كاملة كدوم لي تقريبا 0.2.25 تقريبا، نزيدوا هذا الشيء هنا، مفهوم؟ إذن عندي هاي لحظة الإهاجة تأتي في هذه النقطة، يعني هنا عندي مرحلة ياش الكومون، عندي هنا مرحلة تقلص، وهذه مرحلة الارتخاء، وهذا كيف سميناه؟ الوسع. الوسع قلنا عنده ارتباط بماذا؟ عنده ارتباط ب لا هذا الوسع والوسع ديال التقلص عنده ارتباط بشدة الإهاجة، كل ما رفعنا شدة الإهاجة كل ما ارتفع لي الوسع. كيف هيجنا هنا العضلة؟ نعم؟ كم من إهاجة؟ هذه إهاجة واحد وهذه إهاجة زوج، هيجناها مرتين، ها؟ متى تأتي الإهاجة الثانية هنا؟ خلال مرحلة الارتخاء اعطتني ماذا؟ لا رعشة أخرى، كيف هي؟ وسعها أكبر، وكيف هي؟ ملتحمة جزئيا مع الرعشة الأولى، سمينا هذا بالتحام غير تام أو التحام جزئي، ها؟ superposition partielle qui n'est pas totale. عندي واحد التطابق جزئي بين المنحنيين مع زيادة في وسعي الرعشة الثانية. هنا متى تأتي الإهاجة الثانية؟ خلال مرحلة التقلص.
شنو وقع لي هنا؟ ما الذي وقع؟ التحام تام، يعني عندي التحام تام يعطيني رعشة واحدة مع وسع كيف هو عالي أكبر، مفهوم؟ هذه إلا جات خلال مرحلة الارتخاء عندي التحام جزئي أو التحام غير تام، إذا أتت مع زيادة في وسع الرعشة الثانية، إذا أتت الإهاجة الثانية خلال مرحلة التقلص عندي التحام تام في رعشة واحدة بوسعين كيف هو أكبر. في الأعلى كيف هيجنا العضلة؟ هذه هي إشارة تنبيه. هذا المخطط العضلي، هنا هاي إشارة تنبيه. وجه الاختلاف بين هذا طريقة ديال التهيج وهذه مسعة، يعني رحنا نهيجو هنا بتردد كيف هو منخفض، وهنا بتردد مرتفع. هنا ما نعطيوش فرصة للعضلة لكي ترتخي، هنا كل مرة يعني كل إهاجة موالية تأتي في بداية الارتخاء، إذن كنسجلوا تذبذبات في مستوى أعلى. إذن هذا كيف سميناه؟ كزاز ناقص أو كزاز غير تام. هنا عندي خط مستقيم، يعني العضلة لا تبدي أي ارتخاء، تبقى متقلصة، إذن محافظة على ذاك التقلص بدون أي ارتخاء، هذا نسميه كزاز تام، تيتانوس بارفي. هذا تيتانوس امبارفي، تيتانوس امبارفي. هنا الظاهرة اللي كنا تكلمنا عليها، لا ها كم هيجنا العضلة من مرة؟ شحال؟ تعبئة، نعم، أو التجنيد، نقولوا التجنيد أو التعبئة. هنا ها واحد إي أن إي دو إي تروا إي كاتر إي سانك إي سيس إي سات إي ويت إي نوف إي ديس، يعني هيجناها عشرة ديال المرات. هاد الإهاجات الثلاث كيف هي؟ ما عطاتناش استجابة، لم تعطي استجابة، فهي دون العتابة، وسميناها إهاجات دون العتابة، تحت بدئية، انفراليمينار، إينيفيكاس. هذه الإهاجة، هذه إي أربعة، عطاتني استجابة، واستجابة ضعيفة، هي العتابة، نسميها الشدة البدئية أو عتبة التهيج، عتبة التهيج. بعدها كنرفعوا في الشدة ديال الإهاجة، ما الذي يقع؟ يرتفع وسع ياش الرعشة العضلية المعزولة، يرتفع لي الوسع ديال الرعشة العضلية المعزولة إلى غاية ياش؟ افتح حتى الهادي إي 8، غاية إي 8. كيف يصبح الوسع قصويا وثابتا؟ نعم ماشي كاع الرعشات. العضلة مكونة من ماذا؟ من ألياف، يعني عندي استجابة جميع الألياف، كل الألياف. إذن لذا قلنا هذه نسميها بظاهرة جنيد، كل ما نزيد في الشدة كنجندو عدد أكبر من الألياف إلى غاية استجابة كل الألياف. عندما تستجيب كل الألياف يصبح الوسع قصويا ويبقى ثابتا رغم مواصلة الزيادة في شدة الإهاجة. إذن هذه هي الظواهر الميكانيكية اللي كنا تطرقنا لها في القاعة غير المختصة. كهربائية، هاد الظواهر الكهربائية ما عندكمش في البرنامج.
إذن جهد العمل، جهد العمل اللي درستوه في السنة الأولى هو نفسه نوجدوه على مستوى العضلة. عندنا دخول أيونات NA بلس وخروج K بلس، تعطيني إزالة الاستقطاب ثم إعادة الاستقطاب. ينجم عن جهد عمل ظواهر أخرى هي اللي غادي نطرقوا لها، سنتطرق لها. وفي نفس الوقت يعني في الأخير تأتي الظاهرة الميكانيكية. إذن غادي توضعوا لي ثالثا الكشف عن الظواهر المصاحبة للتقلص العضلي، وسنبدأ بالظواهر الحرارية، فينومين ترميك.